اتش بي تانك سمارت تانك 530، طبعا خزانات، نظام فيدر، السحب الآلي، سكانر. انت عندك هنا في حبر موجود متوفر الحبر بتاعها، ولكن بيجيب لك رسالة املأ الخزانات المشار اليها ثم اغلق الباب. طيب بخصوص حرف الام اللي كان بيطلع في ضخ الحبر والرسالة دي، هنعمل ايه بالظبط؟ اقول لك هتعمل ايه. هنفك السكانر كله كامل، نطلع السكانر نفكه، وزي ما اتعلمنا ان احنا نسحب يدوي بالانبوبه بتاعتنا دي، الانبوبه بنضخ الحبر يدوي، بنشفط الحبر من الخزان بنشفطه يدوي. الاربع احبار بنسحبهم من الخزانات الداخليه، وبعد ما تسحبهم تقفل الطبقة بتاعتك تاني وتشغلها، بيجيب لك الرسالة بتاعة التثبيت زي ما احنا شايفين كده، يعني الخلل كان في الخزانات نفسها. طيب عشان توصل الرسالة دي، عشان تلغي الرسالة بمعنى أصح، لازم تدخل يدوي. بحثنا في كل البرمجة مع بعض اهو، ما ظهرش معايا ان انا احل المشكله. بدلت الرؤوس، جربت بدلت الرؤوس، ما جابليش المشكله حلها. طبعا خدت كل خطوه خطوه بالتدريج كده معاكم عشان اوصلك للحل المناسب على طول. بص يا جميل كده، انت فكيت السكانر خالص ووصلت لجوه، هتفتح بيها اهي، مفكوكه. المهم انت هتيجي الجزء ده كده، يعني هنيجي هنا كده، نيجي الانجكش ونضغط، نبدأ نسحب الحبر ماشيه في المواسير كده. ضغطنا، نضغط على الجلدة ونبدأ نسحب. بس بعد ما تبدأ تسحب والحبر يمشي معاك في المواسير ويطلع في الانجكش عندك ده، يدخل هنا عندك الانجكش، تمام. تخلص وتقفل، تقفل وتقفل طبعتك، وترجع الاسكانر تاني وتشغل الطبعة، وبتستمر على بتطبع لك صفحة المحاذاة وكأنك لسه شاري الطبعة. ان شاء الله امورها تكون تمام معاك. دي فيما يخص الرسالة دي لو جات لك، ودخلنا على السيستم وعرفنا الطابعة بالواي فاي، دخلنا على السيستم بتاعها عشان نبين لك الخلل فيه بالظبط. طبعا الخلل ما كانش في الرؤوس، لو كان في الرؤوس هيطلع لي رسالة الكاتريج. يبقى عندي في الطابعات اللي فيها شاشة الخلل، لما يجي لك حرف الام من الحبر ما بيضخش، مش هيتضخ غير باليدوي زي ما احنا وضحنا كده.